بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. المفترض ان شاء الله النهاردة ان احنا مع بعض اول محاضرة في مقرر تخاطب اضطرابات نطق والكلام. بداية انا اسمي هند اسماعيل مبابي، او هند مبابي زي ما متعارف يتقال على طول. يعني انا استاذ مساعد علم نفس الطفل في كلية تربية الطفولة المبكرة. يشرفني طبعا ان انا بدرس في الدبلومة ديت، دبلومة طبعا للتربية الخاصة. بفضل الله مش اول مرة ادرس فيها المقرر دوت، بس احب اوضح لكم ان المقرر مختلف عن اللي كان بيتدرس قبل كده. قبل كده كنا مستفيضين شوية في جزئية اللغة وسيكولوجية اللغة، وبعدين تطرقنا لاضطرابات النطق والكلام. لكن المقرر هنا بالفعل حصل فيه تعديلات الفترة اللي فاتت كبيرة، وبدأنا فيه بالتخاطب بالفعل. طبعا لما نيجي نقول ان المقرر هو التخاطب واضطرابات النطق والكلام، هتلاقوني اهدافنا الاساسية ان احنا نعرف يعني ايه تخاطب، نعرف مين اللي بيقوم بعملية التخاطب، هل الشخص ده بيكون ليه سمات محددة، هل التخاطب ده بيتم في مكان معين. طيب يعني احنا كده دي اهداف واضحة وصريحة، ان ده المفترض بمشيئة الله ان بمجرد ما تنتهوا من المقرر يكون المخرجات دي كلها عندكم بمشيئة الله واكتسبتوها. طيب ده بالنسبة للشق الخاص بالتخاطب. طيب التخاطب ده بيقدم لمين؟ طيب لما تيجي قلت لنا ان هي تخاطب واضطرابات النطق والكلام، ايه المقصود باضطرابات النطق والكلام؟ بمشيئة الله برضو المفترض هتعرفوا ايه المقصود باضطرابات النطق والكلام، ايه تصنيفاتها، ايه الاضطرابات ذاتها، وهنبتدي نعرف كل اضطراب على حدة، اسبابه، الى ان نصل الى كيفية علاجه. ده بمشيئة الله الأهداف العامة للمقرر كاملا بمشيئة الله. طيب يعني احنا هنتطرق للتخاطب واضطرابات النطق والكلام، هنتعرف على ده ونتعرف على ده. طيب الجانب العملي هيبقى واضح جامد في المقرر. الجانب العملي هيبقى محتاج ان احنا نشوف جلسات، نشوف ازاي بنتعامل مع الولاد قدر المستطاع. ده مش داخل مقررنا، يعني مش داخل في توصيف مقررنا، لكن احنا ممكن نشوف دوت. طبعا انا ان شاء الله جايبة امثلة كتير خالص، ده ما تقلقوش منه، وبإذن الله بإذن الله يكون كل شيء واضح اثناء المحاضرات بفضل الله. المقرر اللي انا كنت مصوراه اللي هو برضو تخاطب اضطرابات نطق وكلام قبل كده، بفضل الله كانوا بيقولوا ان هو واضح والامور كانت يسيرة مع المتلقين. فان شاء الله برضو يكون المرة دي المقرر واضح. هتلاقوني اثناء ما انا شغالة في المحاضرات باكد على نقاط معينة، النقاط دي دائما انا حتى بدي امثلة للسؤال ذاته اللي ممكن اتطرق له في الامتحان. ان شاء الله الامور تبقى يسيرة جدا في المقرر ويكون سلس بالنسبة لكم بمشيئة ربنا. ولو في اي حاجة ممكن كانوا بيتواصلوا معانا عن طريق المركز او عن طريق الفيس وكده، لو في اي حاجة انتوا عايزين تعرفوها. وان شاء الله هنبدأ دلوقتي المحاضرة الاولى زي ما قلت، هتكون خلفية عن التخاطب، مقدمة كده عامة، نعرف زي ما احنا قلنا يعني ايه تخاطب، مين اللي بيقوم بيه، سمات اللي بيقوم بيه ايه، بيكون مكانه فين. ده بمشيئة الله اللي احنا هنتطرق له النهاردة. اول حاجة دايما بقول اي حد بيشتغل في مجال التربية ان انا ما ينفعش ان انا اتكلم عن اي حاجة دون معرفة كنيتها. يعني ايه؟ يعني مثلا المثال ده دايما بقوله، بقول تعاليلي فيصل، اول رد فعل من الشخص اللي قدامي هو فيصل ده ايه، هو فيصل ده فين. فاحنا ما ينفعش ان احنا نتكلم عن التخاطب دون التطرق لكنية التخاطب. يعني ايه تخاطب؟ طبعا تعريف التخاطب هو تبادل للآراء والأفكار والمعلومات والمشاعر بين طرفين.
يعني ايه؟ يعني الناس اللي بتتخاطب دي هي ناس بتتبادل آرائها، بتتبادل أفكارها، بتتبادل معلوماتها، ما بنقفش عند الحد ده فقط، لا ده كمان حتى المشاعر بنتبادلها. الطرف الأول يطلق عليه راسل والآخر يطلق عليه مستقبل. إذن التخاطب هو لغة حوار ما بين طرفين. يبقى ببساطة خالص كده، التخاطب هو لغة حوار ما بين طرفين، بيتبادل الطرفين خلال ذلك الحوار الآراء والأفكار والمعلومات والمشاعر. طب هو تعريف واحد فقط للتخاطب؟ لا طبعا، احنا جايبين كام تعريف كده، كلهم تعريفات بسيطة. طيب ايه بقى التعريف التاني للتخاطب؟ هو عملية بننقل وبنتبادل بيها الأفكار والمفاهيم. يعني احنا ما بعدناش بعيد اهو، برضو احنا قلنا ان في التعريف الاول ان التخاطب هو تبادل للآراء والأفكار والمعلومات والمشاعر. جينا قلنا في التعريف الآخر ان التخاطب هو نقل او تبادل للأفكار والمفاهيم بين فرد وفرد او جماعة وجماعة. يعني التخاطب ده مش يخص الأفراد فقط، لا التخاطب ده بيتم على مستوى الجماعات أيضا، جماعة تخاطب الأخرى. يعني لما أقول كلية التربية للطفولة المبكرة تخاطب مركز التعليم المفتوح، لما أقول مثلا جماعة الأطباء يخاطبون جماعة الصيادلة، لما أقول هند بتتكلم مع محمد، هند بتتكلم مع صفاء. احنا هنا فرد وفرد بيتبادلوا أفكارهم، مفاهيمهم، آرائهم، مشاعرهم، معلوماتهم، أو جماعة وجماعة أخرى برضو بيتبادلوا أفكارهم ومفاهيمهم. طيب التخاطب إيه كمان؟ التخاطب هو القدرة على توظيف ما لدى الفرد أو ما لدى الجماعة من مهارات لفظية ولغوية. وناخد بالنا، معلش ان ده دايما بيضايقني، ما ينفعش ان انا اكون بتكلم في تخاطب ولغة واقول على ان انا اقول اللغوية. لا، احنا لما نيجي نقول بنقول اللغوية. طبعا احنا عارفين ان في فرق بين اللغو واللغة، فبالتالي هنقول توظيف المهارات اللفظية واللغوية والصوتية. كلنا نمتلك ذلك، نمتلك هذه المهارات. قد يكون قدر المهارة مختلف من شخص لشخص، لكن نمتلكها. طيب المهارات اللفظية، المهارات اللغوية، المهارات الصوتية، الفصاحة. في ناس ما شاء الله تمتلك فصاحة عالية في التواصل مع الآخرين، وفي يمتلك مهارات قليلة في الفصاحة، لكن في النهاية التخاطب هو قدرتنا على توظيف المهارات دي سواء على مستوى الاستيعاب او التعبير. ناخد بالنا بقى يا بتوع التخاطب من كلمة الاستيعاب والتعبير، انا هستخدمها كتير اثناء محاضرتنا. طبعا احنا اللي تطرق للغة هيعرف ان احنا في عندنا اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية. يعني احنا بنستقبل الكلام، مثلا انت بتقولي لي صباح الخير، انا برد عليكي صباح النور. طيب انا كده لغة استقبالية، انا استقبلت منك صباح الخير، رديت عليكي صباح النور، دي لغة تعبيرية. تمام؟ يبقى ايه بقى التخاطب؟ التخاطب ده ان انا بوظف القدرات والمهارات اللي عندي المتمثلة في المهارة اللفظية واللغوية والصوتية ومهارات الفصاحة حتى اتواصل مع الاخرين. يبقى ده هدفي، هدفي ان انا اوظف ده عشان اتواصل مع الاخرين، سواء كان ده على مستوى اللغة الاستقبالية او اللغة التعبيرية. الاستقبالية اللي احنا بنشير ليها هنا بالاستيعاب، يعني انا استوعبت ان انت بتقولي لي صباح الخير، فانا رديت عليك وعبرت وقلت لك صباح النور. انت بتأكدي علينا الكلام ده ليه؟ قدام شوية هنلاقي بعض الناس ربنا انعم عليهم في الجزئية ديت بس بقدر قليل، يعني ما عندهمش القدرة
على ان هم يعبروا رغم ان هم استقبلوا. ودي من الاضطرابات اللي احنا هنتطرق ليها بمشيئة الله بعدين. طيب يبقى هند كده بتأكد علينا ان في التخاطب لحتى الان ثلاث تعريفات قالتها. اول تعريف ان هو تبادل الاراء والافكار والمعلومات والمشاعر بين طرفين، احدهما الراسل والاخر المستقبل. يبقى اذا التخاطب لغة حوار ما بين طرفين. التخاطب بنقل وبتبادل بيه افكار ومفاهيم بين فرد وفرد او جماعة وجماعة. التخاطب هو قدرة على توظيف المهارة اللفظية واللغوية والصوتية وما يخص مهارات الفصاحة في التواصل مع الآخرين على مستوى الاستيعاب أو التعبير. أتمنى أن يكون تعريف التخاطب وصل. طبعا أنا لو بدي أسئلة في ظل اللي احنا شغالين بيه جديد في التعليم المفتوح، احنا اسئلتنا بتكون موضوعية ومقالية، فالموضوعي اكيد هيكون صح وغلط او اختيار من متعدد. تمام؟ يعني انا اجيب تعريف وتقوله صح او غلط، او ان انا اجيب مثلا اقول لك ان التخاطب هو القدرة على توظيف المهارات، واروح فاتحة قوس اكتب اللفظية مهارات الفصاحة كل ما سبق. طبعا اختيار اكيد هيكون كل ما سبق، لان انا عرفت ان انا في التخاطب بوظف مهارات لفظية لغوية صوتية فصاحة. تمام كده احنا ماشيين خطوة خطوة بنقول الجزئية وممكن تيجي ازاي كسؤال. طيب ايه هو التخاطب ده ليه وظيفة؟ ايوه انتي قلت الوظيفة وانتي بتشرح التعريف. بالفعل انا قلت كده اثناء ما انا بشرح التعريف. دايما التعريف الشامل، التعريف الصح، التعريف الجيد هو اللي يحتوي على العديد من المتغيرات التي تحكم ذلك المفهوم. يعني ايه؟ يعني وانا بقول تعريف التخاطب هلاقي كتعريف صح ان هو بيشرح لي وظيفة التخاطب. في بعض الاحيان مين اللي بيقوم، في بعض الاحيان العوامل المشتركة، في بعض الاحيان الخصائص. بس هنا بالفعل وانا بقول تعريف التخاطب انا وضحت وظيفته. قلت ايه؟ قلت ان انا بنقل بيه معلومات، قلت بتبادل بيه افكار واراء ومفاهيم ومشاعر ومعلومات. انا قلت كده. يبقى اذا وظيفة التخاطب نقل المعلومات من فرد لفرد او من فرد الجماعة او من جماعة الجماعة. ده كان موجود في التعريف، يعني لو كتبته يبقى صح. لو كتبتي او كتبته يبقى صح. اظهار الاحاسيس والتعبير عن المشاعر. ايه ده انت كلامك صح خالص، انت قلتي وانت بتشرحي التعريف ان انت بتعبري عن المشاعر. طب ما انا قلت ان التعريف واضح فيه جدا وظيفة التخاطب. التأثير في المحيط. المحيط اللي احنا زي ما نكون كده في محاضرة، محيطي هو محاضرتي. فانا لما بقول المحاضرة وببتدي اتبادل مع ولادي وبناتي المعلومات والاراء والافكار، اذا هناك تأثير في المحيط ما بيننا. يعني انا اثرت فيهم بارائي وافكاري ومعلوماتي، وهم اثروا فيا برضو بارائهم وافكارهم ومعلوماتهم. هنقف لغاية هنا؟ لا، التخاطب كمان وظيفته المحادثة، سواء قصصية او التاريخية او كل اشكال المحادثة. واحنا حتى بنتكلم مع بعض، ما احنا قلنا فرد لفرد او جماعة لجماعة، المحادثة اللي بتدور ما بيننا ديت بتشمل على معلومات كتيرة خالص. يبقى اذا من وظائف التخاطب المحادثة. طب بتقف المحادثة على المحادثة ما بين فرد وفرد او جماعة وجماعة؟ لا، ده في كمان محادثة النفس، وتحدث عند التعمق بالتفكير او الدراسة. يعني كتير اوي انا ممكن اتكلم مع نفسي، او انت تتكلم مع نفسك، او انت تتكلمي مع نفسك وانتي بتفكري وانتي بتذكري. ليه؟
عشان توصلي لمعلومات معينة، وده بيتم وانت لوحدك او انا لوحدي. يبقى اذا وظيفة التخاطب بنقل بيها معلومات، بعبر بيها او بظهر بيها احاسيسي ومشاعري، بأثر في المحيط، بعمل محادثة، بعمل محادثة مع ذاتي. كده الامور واضحة، اعتقد الامور يسيرة. طيب انت قلتي ان في تخاطب، في وظيفة للتخاطب، طب بقى ايه هي امراض التخاطب؟ انا دايما اقول لما اجيب سيرة كلمة اضطراب او مرض، لابد من وجود هذه المترادفات. يعني ايه المترادفات؟ يعني المعاني، يعني ده بيساوي ده. لما اقول امراض التخاطب يبقى انا بقول ان انا في عندي خلل، في عندي نقص، في عندي عيب، في عندي تشويه. ركز او ركزي، انا بقول مرض من امراض التخاطب يبقى انا في عندي خلل، في عندي نقص، في عندي عيب، في عندي تشويه. دي كلها بمعنى واحد. في واحدة او اكثر من، يعني انت قلت ان الخلل او النقص او العيب او التشويه بيكون في واحدة او اكتر من القدرات الاتية. ان يكون في عندي مشكلة في القدرة السمعية، ان يكون في عندي مشكلة في القدرة العصبية، يكون في عندي عيب في التنفس، ان يكون في عندي مشكلة في الصوت. وطبعا انا اكتر واحدة مثال لصعوبات الصوت، وبمشيئة الله لما ندخل في الصوت هوضح لكم ايه الاسباب. ان يكون في عندي مشكلة في اعضاء الجهاز الكلامي. لا لا لا، خليكي معانا واحدة واحدة كده عشان احنا عايزين نفهم الحتة دي. لما بقول امراض تخاطب يبقى انا بقول في عندي خلل، في عندي نقص، في عندي عيب، في عندي تشويه. في ايه؟ يعني الخلل، نقص، تشويه، عيب، ده موجود فين؟ موجود في القدرة السمعية. يعني الشخص اللي بيعاني من مشكلة في السمع ده بيؤثر على الكلام، ده مليون المية. كلنا عارفين ان ذوي الاعاقة السمعية عندهم مشاكل كتير في اللغة والكلام، مش في الكلام فقط. ما هو انتوا المفروض يا بتوع التخاطب شوية صغيرين خالص وهتعرفوا ان انا لما اقول امراض تخاطب يبقى انا بقول امراض لغة، امراض نطق وكلام، امراض صوت. وما ينفعش ان احنا ما نبقاش، مش هقول حافظين عشان انا ما بحبش ان احنا نحفظ، انا اقول احنا فاهمين. يبقى احنا نكون فاهمين ان امراض التخاطب تنقسم الى 3 انواع. ده على حسب الكورس اللي انا خدته في معهد السمع والكلام اللي هو ما يخص الاطباء، يعني يعتبر ده ماشيين على مدرسة الدمرداش عين شمس. ان في عندنا امراض صوت، امراض لغة، امراض نطق. ايوة، يعني دي امراض التخاطب. دي امراض التخاطب، يعني اللي عنده مشكلة في السمع هيعاني من امراض تخاطب. اللي عنده مشكلة في القدرات العصبية، يعني عنده حاجة فيما يخص مراكز الكلام او المراكز العصبية الخاصة بالسمع، سيؤثر ذلك على اللغة والكلام. واللي عنده مشكلة في التنفس مليون المية، لان الجهاز التنفسي جهاز اساسي كمخرج للغة. طيب واللي عنده مشكلة في الصوت، ده كله بيتحط تحت مفهوم امراض التخاطب. طب يعني ايه بقى اللي عنده مشكلة في اعضاء الجهاز الكلامي؟ هو الجهاز الكلامي ده عضو واحد؟ لا، الجهاز الكلامي ده اعضاء كتير خالص ان شاء الله هنتطرق ليها بمشيئة ربنا النهاردة. من ضمنها الشفاء، من ضمنها الاسنان، اللسان، سقف الحلق. كل دي، ده لسه، ده انا ما اتكلمتش، ده انا قلت كمان في بدايه الجهاز التنفسي والقصبة الهوائية والبلعوم.
والانف. يعني انتي بتقولي ان امراض التخاطب خلل، نقص، عيب، تشويه حصل في القدرات السمعية، العصبية، التنفس، الصوت، اعضاء الجهاز الكلامي. ناخد بالنا من الحتة اللي جاية، المسؤول عن توظيف مهارة استقبال، ما يندقيت فيه لغة استقبالية ولغة تعبيرية، استقبال وفهم وتخزين وانتاج وارسال اصوات الكلام. دي العمليه ان شاء الله اللي هنشرحها بالتفصيل، ازاي بتتم عمليه الكلام. انا بستقبل وببتدي افهم وببتدي اخزن وبعد ذلك انتج. انتج يعني زي ما انت كده، زي ما قلت المثال بتاع انت قلتي لي صباح الخير، خدتها منك، استقبلتها، فهمت ان انت قصدك تصبحي عليا، ماشي، خزنت المعلومه دي عندي، ورحت انا رد عليكي وقلت لك صباح النور، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دي بيتم ده كله في جزء من الثانيه، وبالتالي بيبتدي نرسل الصوت في صوره كلام. طب هو الكلام ده عادي؟ لا، الكلام ده فيه طلاقه، فيه فصاحه، ومش كل الافراد زي بعض في الطلاقه والفصاحه، وكل واحد منا اذا لم يكن يمتلك تلك الفصاحه والطلاقه ساعتها بنقول ان احنا في عندنا مرض من امراض التخاطب، وبنحتاج لتدريبات علاجيه، والتدريبات العلاجيه دي ما بتتمش الا باسلوب علمي. هند بتكون شديده اللهجه عند التعامل مع ذوي القدرات الخاصة، تمام؟ أي حاجة في مجال التربية الخاصة أنا بكون فيها شديدة اللهجة عند التعامل مع من يأخذ هذا بمحمل التهريج. يعني لما يجي حد يقول لي أنا عايز أشخص حالة تخاطب، أقول له حضرتك دي مش شغلتك، لان اللي بيقوم بده طبيب تخاطب مش حضرتك، حضرتك اخصائي تخاطب، شغلة حضرتك ان انت بتاخد من طبيب التخاطب التشخيص، وبالتالي تقوم بعملية التأهيل او عملية التدريب، والتدريب ده لا يتم الا باسلوب علمي، تمام؟ فعشان كده الحتة دي بالاخص بتضايقني كتير لما الاقي حد معتقد ان هو عارف كلمتين او حاجة ويبتدي يتعامل منطلق ان هو عارف كل حاجه، من حقه يشخص. انا حتى الان لا اشخص اي حاله في التربيه الخاصه بصفه عامه. اما يجي حد بيطلب مني اي حاجه في مجال التربيه الخاصه اقول له روح للمتخصص، وخاصه الاطباء، كل مجال فيه طبيب هو القادر على التشخيص. نحن نساعد، نحن نقدم التدريبات كاخصائيين، تمام؟ طيب احنا كده قلنا التخاطب، عرفناه وقلنا وظيفته، ودلوقتي قلنا امراض التخاطب. طيب ايه شروط عملية التخاطب؟ على فكرة انتي لما بتتكلمي بتدخلينا في النقطة اللي بعدها وبسلاسة، اعتقد ذلك، يعني ان عملية التخاطب عملية معقدة. هي معقدة لان انتوا من شوية صغيرين شفتوا كم الاجهزة اللي بتشترك في انتاج الكلام، فبالتالي هي عملية معقدة بيشترك فيها المرسل والمستقبل. ولكي تتم عملية التخاطب لابد من توافر ايه؟ قلتها لنا قبل كده لسه حالا قايلها لنا لما كنت تشرحي امراض التخاطب. لابد من توافر قدرة سمعية، لابد من توافر قدرة عقلية، لابد من توافر قدرة عصبية، لابد من توافر قدرة عضلية. طب انتي سمعي قلتها لنا، عقلي قلتها لنا، عصبي قلتيها برضو، طب والعضلي؟ لا اله الا الله، كثير من الناس قد يكون هناك لديهم مشكلة في عضلات الفك، في اللسان ذاته، فاللسان عضلة،
فلما بيجي يتكلم ما بيكونش عنده القدرة على إنتاج الكلام نتيجة لوجود مشكلة في العضلات أو القدرة العضلية. مشيئة الله كل ده هنشوفه بعدين لما نبتدي ندرب بعض الأطفال باستخدام العسل باستخدام الشاليمو، هنعرف إن إحنا بنعمل الكلام ده عشان نقوي القدرة العضلية. يبقى انت بتقول ان التخاطب لابد من توافر قدرة سمعية وعقلية وعصبية وعضلية. طب اخصائي التخاطب مين هو؟ دايما اخصائي التخاطب بأكد عليه بقول له حضرتك المفترض تكون شخص مؤهل، شخص مدرب حتى تكون قادر على هذه الوظيفة اللي بتتطلب جانب عالي جدا من الاطلاع والثقافة واللباقة والكياسة والقدرة على تكوين علاقة طيبة مع الطفل. هند هتقف هنا وتقول مش دايما بيكون علاقة اخصائي التخاطب باطفال فقط، بس معلش بحكم ان احنا رياضة اطفال ممكن تكون سقطت مني سهوا، بس او ان انا مرتبطه بمجالي. يعني اخصائي التخاطب يتعامل مع الاطفال، ودي هتيجي في النقطه اللي جايه على طول بمشيئه الله او اللي بعدها، بيتعامل مع الاطفال ومع الكبار، لان طبعا احنا عارفين ان في ناس كبيره قد تتعرض لامراض تخاطب حتى بعد سن كبير ناتج عن حادثه ناتج عن مرض الى اخره. فبالتالي حضرتك شخص مؤهل مدرب عشان تقوم بالوظيفة دي اللي بتتطلب جانب عالي من الاطلاع والثقافة واللباقة والكياسة والقدرة على تكوين علاقة طيبة مع الطفل حتى يتسنى لك النجاح في أداء مهمتك. يعني أنا لازم أكون مطلع. حضرتك لما بتشتغل كأخصائي تخاطب كتير قوي بتفتح موضوعات مع العميل سواء كان طفل أو كبير، مفاهيمك لازم تبقى كتير خالص، ثقافتك لازم تبقى واسعة، تكون لبق لأن كتير بتتحط في مواقف حرجة لازم تتسم بالكياس عشان تخرج منها. لازم يكون عندك قدرة عالية على إنك تكون علاقة طيبة مع العميل سواء كان طفل أو كبير. كل ده هينجح مهمتك كأخصائي تخاطب. يبقى أخصائي التخاطب هو ذلك الشخص المتعلم الدارس. يعني انت لازم تكون متعلم ودارس وباحث ومتدرب ومؤهل عشان، ومعلش استأذنكم الحتة دي عشان انا بلعب عليها دايما في اسئلة الصح والغلط والاختيار متعدد. اخصائي التخاطب يقوم بالمساعدة في عملية التشخيص والتقييم. اخصائي التخاطب لا يقوم بالتشخيص لكن بيساعد فيه طبيب التخاطب. يعني اي ولي امر بيجيلي يقول لي دكتور احنا رحنا المكان الفلاني وابني بقاله سنتين مفيش اي تحسن، اقول له المكان الفلاني ده مين اللي بيديره؟ يقول لي مثلا دكتور فلاني الفلاني. بالصدفه انا عارفه ان دكتور فلان الفلاني ده هو، انا لا اعيب في شخص احد، ولكن الدكتور فلان الفلاني ده هو كان احد ولادنا واخد دورة تخاطب لمدة 3 شهور وبدأ يشخص. انا اعترض اعتراض تام على اللي بيحصل ده. احنا التدهور اللي حاصل في مجال التربية الخاصة لان كل واحد فينا ادى لنفسه قدرات ومؤهلات وطاقات غير اللي موجودة عنده بالفعل، وابتدى يشتغل في حتة مش حتته. حضرتك يا اخصائي التخاطب شغلتك المساعده في عمليه التشخيص والتقييم، لكن اللي بيقوم بالتشخيص هو طبيب التخاطب. فالام اللي بتجيلي دي، او لا معلش بعد اذنك، عايزه تبداي صح في دكتور فلان الفلاني ده استشاري مثلا في طب الدمرداش في طب عين شمس، شغلته ان هو طبيب تخاطب، طبيب هو دارس لكل جزئية من الجانب الطبي. حضرتك تروحي له الاول
يبتدي يشخص ابنك ويحط لك برنامج علاجي، واللي هيقوم بالبرنامج ده هو اخصائي التخاطب. كده الامور واضحه، كده كل في نصابه، كل واحد فينا يعرف شغلته. مش عيب، انا يعني بفضل الله اخدت كورس المدى زمني طويل جدا ومع اساتذه في طب، ومع ذلك حتى الان لما يجي حد يكلمني اقول لهم انا هند امبابي اكاديميه، انا اشرح الكلام ده، لكن ايه انا غير قادره على تطبيقه، لان انا بقالي 10 سنين ما دخلتش عياده تخاطب عشان اقعد معاهم واقول جلسات الى اخره. لكن من ان الى اخر بطلع على جلسات لاولادي فيديو يوريهالي عشان ابقى انا فاهمه ايه الجديد في المجال، لكن انا ما بقومش بده بايدي ولا بتعامل بده، فبالتالي اعرف مقداري كويس واقف عنده، اعرف شغلتي. بصوا ببساطة خالص تملي اقولها، الناس اللي عندها اطفال ذوي قدرات خاصة او يعانون من اي اضطرابات او امراض متمثلة في امراض التخاطب مثلا، هم عاملين زي الغريق اللي بيتعلق باشياء، اي حد بيصطدموا بيه هو ده بالنسبة لهم الاشياء اللي بيتعلقوا بيها، كانت هند، كانت محمد، كانت احمد. فارجوكم ارجوكم يعني دي امانه، اللي ما تعرفش فيه ما تقولوش، بسبب تشخيصك الخاطئ قد يضيع مستقبل طفل. فكل واحد فينا يبقى عارف قدراته وامكانياته يتعامل في نطاقها. فبالتالي حضرتك كاخصائي تخاطب شغلتك المساعده في عمليه التشخيص والتقييم، الى ان يصل لمرحلة علاج حالات اضطرابات صوت نطق كلام لغة على أساس منهج علمي وعملي. يعني احنا يعنينا العلم كما تعنينا الخبرة العملية. يعني حضرتك كأخصائي تخاطب لازم تكون دارس مؤهل مدرب باحث، دي عشان انا قلت ان انت لازم تكون مطلع ومثقف ولازم تكون لبق، تمام؟ لان انت هتساعد في التشخيص، واساسي شغلك ان انت هتاخد من الطبيب برنامج انت اللي هتقوم بيه عشان بمشيئة ربنا تعالج الاضطراب ده، سواء كان اضطراب صوت نطق وكلام لغة. والعلاج ده ما بيتمش كده، لا، العلاج ده ممنهج، يعني ممنهج علميا وعمليا. يعني مفيش حد فينا بيخلق حاجة من عدم، لا، الخلق الله الواحد الأحد، لكن احنا بنتعلم وبنبتدي نطبق اللي احنا اتعلمناه في ضوء نظريات، في ضوء آراء علماء، كل ده احنا بنمشي على أساس علمي. طيب كده ده أخصائي التخاطب. طب ايه انت كأخصائي تخاطب ايه الفئات اللي بتتعامل معاها؟ انا بتعامل مع حالات اضطرابات النطق لدى الاطفال العاديين. هستأذنكم، هند قالت النطق مرة والكلام مرة، ليه بقى؟ لان انا بحب دايما مع ولادي ان انا ولادي يعني هتسمعوا مني كتير، ولادي دول يعني بنات الطلبة وولادي الطلبة، تمام؟ بستخدم دايما النطق والكلام. ليه؟ لان في تصنيفات كتيره قوي اتحطت لاضطرابات النطق والكلام، في ناس حاطه اضطرابات تحت النطق، وفي ناس حاطه اضطرابات تحت الكلام، لكن انا من مدرسه التخاطب بتاع عين شمس اللي هو عندي اضطرابات صوت، اضطرابات نطق، اضطرابات لغه. طبعا هتستشعروا كتير بتجيلي بحه صوتيه، وقلت لكم بمشيئه اللي انا هشرحها بالتفصيل في البحه الصوتيه. البحة الصوتية دائما بتكون ناتجة عن إساءة في استخدام الثنايا الصوتية، وده بالفعل موجود عندي. هنقول نرجع بقى لما يخص الفئات، هنلاقي اضطرابات نطق عند العاديين، اضطرابات كلام عند الأطفال والكبار العاديين. ما انت قلتي من شوية ان انت أخطأتي لما كتبت الطفل فقط، لان اخصائي التخاطب يتعامل مع الاطفال والكبار. طب هما بيكونوا عاديين ولا عندهم يعني من ذوي الفئات الخاصة او ذوي القدرات الخاصة؟ لا،
انا بتعامل مع ذوي قدرات خاصة وبتعامل مع عاديين كأخصائي تخاطب. يعني انا دلوقتي بتعامل مع اضطرابات النطق والكلام عند الاطفال والكبار العاديين، وكمان بتعامل مع حالات ضعاف السمع، الإعاقة الذهنية المختلفة، حالات الداون، حالات اضطرابات النمو الشامل زي الذاتوية، وعندنا كمان تشتت الانتباه وفرط الحركة، وفي عندنا حالات الإصابة الدماغية بكافة أشكالها وأنواعها. أنا بتعامل مع كل ده وأكتر كمان. ده حتى صعوبات التعلم كمان مش مذكورة هنا، أنا كأخصائي تخاطب بتعامل معاها. لا ده لسه ايه، الحمد لله. في عندنا حالات الحبسة الكلامية، حالات الخنف، حالات التلعثم. هو انت كاتبة تلعثم وتهتها؟ دايما بحب اجيب المترادفات او المصطلحات المتدارجة اللي متعارف عليها. يعني ناس اما بنيجي نستخدم التلعثم، بتوع الطب بيستخدموا التلعثم، بتوع التربية بيستخدموا التلعثم، الناس العادية بتقول التهتها، وفي ناس تستخدم اللجلجة. وهل هناك فروق؟ بتوع التربية دايما كالعادة يعني بيفرقوا ما بين كل حاجة والتانية، فمفرقنا ما بين التلعثم واللجلجة، ومشيئة الله هنجيلها فيما يخص التلعثم قدام ان شاء الله. في عندنا حالات اضطرابات الصوت، في عندنا حالات صعوبات التعلم، كل الحالات دي بيتعامل معاها اخصائي التخاطب. بيتعامل مع حالات كتير جدا، عشان كده مجال التخاطب مجال واسع، والمفترض صاحب هذا المجال او من يطلق عليه اخصائي تخاطب لازم يكون متسم بالتأهيل والتدريب والدراسة والبحث. طيب ايه بقى السمات اللي المفروض تتوافر في اخصائي التخاطب؟ ان يكون عنده احساس وتعاطف مع الطفل. يعني ايه؟ يعني مثلا كتير قوي مننا بيتضايق لما يروح مستشفى ويلاقي الممرضة هناك لا تتسم بهذا الإحساس والتعاطف. يعني هي من كتر ما شافت حالات كتير قوي بنحس ان قلبهم مات، فتتعامل بقلب جامد جدا حتى لو الحالة قدامنا داخلين لعب حتى الى اخره. احنا مع اخصائي التخاطب لازم نمتلك الإحساس والتعاطف، ولكن بلا اعتدال وعدم الاسراف في التعاطف. يعني انا مش طالبه من حضرتك او حضرتك ان انت تتعاطف مع الطفل فتقعد تعيط جنبه فما تفيدوش، لا، انا طالبه من حضرتك تحس بيه وباهله، تتعاطف معاه مع حالته، ولكن دون اسراف في التعاطف. لان انا لو اسرفت في التعاطف انا مش هفيد الحاله، لاني دائما هتعامل بشفقه. لكن انا عايزك بس تحس بيه، تحس بأهله، تحس بمشاكلهم، فبالتالي هتقدر تساعده. ان حضرتك تتسم بالمرونة. يعني ايه بالمرونة؟ يعني حضرتك النهاردة حاطط في برنامجك خطة معينة محددة. جالك الطفل عنده برد، جالك الطفل تعبان، جالك الكبير اللي انت هتعمل له جلسة، بس عنده مشكلة في البيت وفعلا غير مؤهل نهائي لاستقبال الجلسة، لازم تغير سريعا من محتوى الجلسة. عايز تحقق هدفك، بس حقق هدفك في ضوء المود الخاص بالحالة او بالعميل. طب افترض ان حضرتك حاطط خطة والخطة دي لا تتسم مع الطفل. يعني الطفل ده مثلا طلع منطوي قوي، لا، ما انا لازم يبقى في عندي مرونة في الجلسة، ان يكون الاخصائي صبور. بس انا بس عايزينكم حطوا تحت صبور دي مليون خط، من اهم سمات اخصائي التخاطب الصبر، وان يكون عنده سعة صدر عالية جدا عشان يقدر يستوعب مشاكل الناس دي. مشاكلهم كتير خالص، لو حضرتك مش قادر تسمع لهم مش هتقدر تكمل معاهم، لان انت هتكون غير متقبل ليهم وهم غير متقبلين ليك. ان يكون متفاعل مع الطفل اثناء الجلسة ويراعي مستواه العقلي قدر المستطاع. ايه ده يعني؟
يعني انا ممكن اتعامل مع اطفال مستوياتهم العقلية مختلفة. حضرتك انا لسه قايلة من شوية صغيرين ان حضرتك هتتطرق لبعض حالات الاعاقة الذهنية بكافة درجاتها. يعني ممكن تتعامل مع طفل عادي، ممكن تتعامل مع طفل ذوي اعاقة ذهنية، فبالتالي قدراته العقلية لا تساوي القدرات العقلية للطفل العادي، فأنا لازم أتفاعل وفق قدراته العقلية. يعني مثلا الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية مدى الانتباه عندهم قليل، يعني ما بيقدرش ينتبه لفترة طويلة زي الطفل العادي. يبقى أنا ضرعي في الجلسة، تمام. طيب أن تكون لديه الثقة في نفسه وعنده الخبرة الكافية بتحسن الحالة في المستقبل القريب بإذن الله. يعني إيه الكلام ده؟ دايما أقول لبناتي في الكلية، أنت لو ما عندكيش ثقة في نفسك، الولاد هيلعبوا بيكي الكورة، الأطفال الصغيرين، لأنهم يمتلكوا ذكاء غير عادي. فلو حضرتك كأخصائي تخاطب، لأنك أنت بتتعامل مع الولاد زي بناتي بالظبط، لو حضرتك لا تمتلك الثقة في نفسك وعندك الخبرة الكافية اللي تأهلك لتحسين الحالة ديت، أنا أنصحك تنسحب، لأنك مش هتنجح في المجال. لازم تكون حضرتك ممتلك الثقة بالنفس. ثقتك مش هتكون كويسة في نفسك إلا لو أنت عندك خبرة. لو الحالة اللي قدامك كل يوم الأم أو الأب مستشعر إن مفيش تحسن، هيجيب لك إحباط، إحباط غير طبيعي عشان تبقى عارف. فبالتالي لازم أنت تكون تمتلك الثقة النابعة من الخبرة. أن تكون أفكارك ومفاهيمك واضحة. ما ينفعش نقعد نقول للناس طلاسم في الجلسة، لازم كلامنا يكون واضح وبسيط ومفهوم، وافكارنا مرتبه. افكارنا مرتبه دي ان احنا نكون جايين من بيتنا مرتبين حالنا على الجلسه، مخططين للجلسه، ازاي هننفذها، ادواتي قصاد عيني، تحت ترابيزتي لو انا هطلع حاجه من تحت ترابيزتي، في دولابي جاهزه لو انا هشد حاجه من دولابي. حضرتك واضح لك كده انا اقصد اقول ايه؟ انت لازم تكون جاي جاهز، افكار ومفاهيم واضحه. ما ينفعش نقول كلام مبهم للناس، وخاصه كتير قوي بتتعامل مع اطفال وكتير بتتعامل مع الكبار، وكل تبع مستواه العقلي. ان تتسم بالابداع اثناء الجلسات. الابداع في الادوات، الابداع في الوسائل اللي بتعينك على النجاح في مهمتك. يعني انا دايما اقول الخبرة المباشرة مهمة. يعني لو انا دلوقتي عمالة تفاحة، موزة، برتقانة، طبق، رغيف عيش، يا سلام لو كل ده معايا جاهز، يا سلام. يا سلام لو انا عند الاطفال اللي عندهم مثلا مشكله في الصوت مثلا، لو انا عايزه اشتغل مع الولاد ذوي الاعاقه السمعيه واجيب الحاجات دي بالفعل قصادهم، بالفعل يسمعوها بحاله حقيقي، كل ده بيكون خبره مباشره، بتكون رائعه في الجلسات. يبقى حضرتك لازم دايما تكون مبدع في ادواتك وفي وسائلك. لازم نتسم جميعا اللي شغالين في مجال التربيه او المجال التربوي بحسن المظهر وطيب الرائحة. حضرتك بتقرب كتير، حضرتك بتقربي كتير من الولاد، حضرتك بالنسبة لهم قدوة، فلازم نبتسم بحسن المظهر وطيب الرائحة. ما ينفعش ان انا اقول للطفل او اقول لوالدة الطفل انت ازاي جايباه كده في البرد، لان كتير قوي بيجينا الحالات في البرد، وخاصة ذوي القدرات الخاصة حالتهم سيئة، محتاجين مناديل، ماشي. فحضرتك لو قدوة هيبقى انت حسن المظهر، مهتم بهذه الاشياء، كلامك لما تيجي تطلبه هيكون فيه مصداقية. معلش يبقى نظفيه، ماشي. حضرتك لازم تكون القدوة دي عشان هي تسمع الكلام ده. ان تبتسم بالصدق. وانا قاعد في الجلسة
التدخين ضار جدا، واطلب منهم ان انا اخد بريك عشان اخد سيجاره بره. طب ازاي يعني؟ ما هو ما ينفعش كلامي كده معاهم ملوش اي لازمه، لان انا لم اتسم بالصدق بعد. ان يكون اخصائي التخاطب، شوف انا عدتها كام مره، دارس مدرب مؤهل على اساس علمي وعملي للتعامل مع الحالات المختلفه. يعني حضرتك ما ينفعش تبقى اخصائي تخاطب تخصص تلعثم، ما ينفعش حضرتك تبقى اخصائي تخاطب تخصص صوت بس، لا، لان من حقك ان انت تتوغل في فئه وتكون متمكن جدا منها، لكن حضرتك كاخصائي تخاطب الشريحه بتاعتك واسعه شويه. ان يكون لدي القدره على الاحساس بالمريض، هند قالتها وقالتها وقالتها، الاحساس والتعاطف باعتدال. ان تتسم بالابداع، مكتوبه فوق اهي اثناء الجلسه، بالابتكار، باستخدام ادوات وسائل متنوعه. وانتي عدتيها ليه اول واخر؟ تهمني كتير، والتكرار دايما بيعلم الشطار، فلما ابدا بدي وانهيها بدي ده اكبر دليل على ان انا محتاجاها في حضرتك جامد. زي ما انا عماله اكد عليك واكد عليها كاخصائي تخاطب، ان يكون عنده القدره على المساعده في التشخيص الدقيق. هند غيرت في الحته دي، لان كتير قوي من الكتب بتكتب ان تكون لديه القدره على التشخيص. انا اعترض اعترض اعترض. وظيفه حضرتك المساعدة في التشخيص وليس التشخيص. لنوع الحالة، وظيفة حضرتك ان انت تطبق البرنامج، لكن ليست وظيفة حضرتك التشخيص. ايه بقى بقية سماتي؟ ان انا يكون عندي قدرة على تكوين علاقة طيبة مع العميل. العلاقة الطيبة دي مش هتيجي غير بالحب والود والاحساس بالعميل. ان يتسم اخصائي التخاطب بروح المرح مع الحاله. ما قلتش ان انتوا تقلبوها تهريج، بس المفروض ان حضرتك تكون مبتسم، لان الحالات دي كتير بتجينا حالات صعبه، مش صعبه بطريقه عاديه، صعبه جدا، فمحتاجين ان احنا نخرجهم من اللي هم فيه بضحكه كويسه، بكلمه كويسه الى اخره. ان تكون مخارج اصوات اخصائي التخاطب سليمه وصحيحه. هند بتضحك هنا ليه بقى؟ انا بقالي كذا سنه مركبه تقويم، وكل ما يطلب مني ان انا ادي اي حاجه في التخاطب اقول لهم معلش انا اسفه، انا مش هينفع الايام دي ان انا اشتغل دورات تخاطب، لان انا مخارج اصواتي كلها ضايعه، مخارج اصواتي ضايعه بسبب التقويم اللي انا لابساه. لان حضراتكم ان شاء الله ان شاء الله ربنا ييسر لنا كل امر عسير من عنده، ان شاء الله بالانتهاء من المقرر هنعرف قد ايه مهم جدا مخرج الصوت. مخرج الصوت مع اخصائي التخاطب في قمه الاهميه. حضرتك متخيل لو انت مخرج صوتك غلط وبتدرب الطفل على مخارج الاصوات؟ ما ينفعش. فانا عشان كده كنت بضحك هنا، لان انا فعلا اقول لهم بحاول طبعا ان انا اكون مخارج اصواتي متظبطه، بس لازم يكون جهاز التقويم متشال عشان ارجع اكون بتكلم بمخارج اصوات سويه اكتر من كده. السريه التامه عن حاله العميل. يعني انا تملي ادي المثال ده ولا يمكن انساه في حياتي. احد المرات كنت في الكورس بتاع معهد سمع والكلام، وكنت مع احد الاخصائيات بحضر معاهم، فقاعد عميل. العميل ده كان حد كبير سنا ووظيفته محامي، وراحت الاخصائيه قعدت تبوح لينا باسرار ذلك العميل واسرار بيته، وطبعا كنا احنا قاعدين مستائين جدا جدا جدا، لان المفروض ان الاخصائيه او الاخصائي تاخد كل كلام العميل بسريه تامه، حتى لما تيجي عايز تدينا مثال. انا بعمل كده لما باجي اشرح امثله في الارشاد النفسي او الصحه النفسيه او ذوي الاحتياجات، انا ما بقولش اسماء حد
وما لاني انا ما اضمنش، انا ممكن من اللي قاعدين قصادي يكون اخوه، يكون ابوه، يكون ابن خالته، بنت خالته، بنت عمته. فدايما بقول شين صاد الف وما بتكلمش قصه كامله، لان انا ممكن وانا بحكي القصه الكامله عن الف يكون حد يعرف الف كويس قوي. فبالتالي لازم يبقى في سريه تامه لحاله العميل وما فيهاش للاخرين. يجب ان يكون الاخصائي متواضع ومش مغرور، مش هيتحب، مش هيبقى في علاقه طيبه بينه وبين العميل ابدا. اللي جايه بقى دي انا بقولها 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 وباكد عليها، انه يراعي ربنا في عمله. لما انا كنت باكد من شويه ان شغله حضرتك ان انت تساعد في التشخيص، وان حضرتك بيجي لك ناس عاملين زي الغرقانين اللي بيتعلقوا بقشايه، لان انت لو ما اتقيتش ربنا فيهم هيبقى مجرد انت عمال تاخد منهم فلوس بس وما بتقدم لهمش خدمه جيده. وده اللي حاصل لما يكون اخصائي التخاطب بيقول للام او الاب حضرتك انتظر بره، ويقعد هو تلت ساعه جوه، من التلت ساعه دي 10 دقايق بيتكلم في التليفون، يبقى هو ما رعاش ربنا في شغله، لان الناس اللي بره مش عارفه هو بيعمل ايه جوه. دي حاجه بينك وبين ربنا، دي مفيش بني ادم فينا هيحاسبك عليها. بس انا باكد على حضرتك وباكد على حضرتك، اخصائي التخاطب لازم يساويها ان انا اكون بتقي الله في شغلي. اخصائي التربيه الخاصه بين قوسين بتقي ربنا في شغلي، لان انا بين ايديا امانه هتسال عليها يوم الدين. زي ما بقول لكم الكلام ده بقوله في اول محاضره لبناتي في رياض اطفال، بقول لهم انتوا في ايديكوا 35 امانه. زي ما باكد على اولادي في المحاضرات في كليه رياض اطفال، باكد على البنات اقول لهم كده، اقول لها انت في رقبتك 35 طفل امانه، يا اما تودينا بمستقبل مصر لاعلى اعلى سما، لا اما تجيبينا الارض. ليه؟ لان بالفعل احنا في الفتره دي احنا اللي بنعلم الولاد كل حاجه، كل حاجه احنا اللي بنديها لهم. فلو طلع الطفل ده صادق عشان المعلمه كانت صادقه، لو طلع امين عشان المعلمه علمته كده، لو طلع كذاب، طلع بيسرق، طلع طلع طلع، كل ده معناها ان هو ما كانش في ايد حد امين. يبقى اذا مطلوب من الناس اللي بتشتغل في المجال التربوي في السن الصغير، الناس اللي بتشتغل في مجال التخاطب، الناس اللي بتشتغل مع ذوي الاحتياجات، لازم يكونوا بيراعوا ربنا في شغلهم، لان اللي بايديهم دي امانه. احنا كنا قلنا زي تاني سريعا، اتكلمنا عن تعريف التخاطب، اتكلمنا عن وظيفه التخاطب، امراض التخاطب، شروط عمليه التخاطب، مين هو اخصائي التخاطب، ايه الفئات اللي بيتعامل معاها، سماته. احنا كنا دلوقتي في سمات اخصائي التخاطب. طيب واجبات سعادتك كاخصائي تخاطب او حضرتك، المفترض ايه واجباتك؟ بصوا اهي انا باكد تاني للمره المليون، المشاركه في التشخيص، المشاركه، المساعده في تشخيص، في التقييم الشامل للحالات الخاصه من حيث النمو اللغوي واضطراب النطق، ان انا احط برنامج علاجي مناسب لنوع الاضطراب. وضعي للبرنامج دائما وابدا بيكون مع طبيب التخاطب. يعني الناس الاخصائيين التخاطب الشاطرين هتلاقيهم دايما لما بييجوا يحطوا برنامج بيحطوه مع الدكتور اللي هم معاه. تبصير الوالدين بحال طفلهم، يعني انا من واجبي ان انا اقول للاب والام الطفل ده حالته ايه، بس في نفس الوقت هستاذن حضرتك وهستاذن حضرتك يعني ما تجيبوش للناس احباط، يعني قوله بالحاله ببساطه. دايما نقول احنا بنحط السم في العسل، يعني نقول الكلام ببساطه، طريقه لذيذه، ان شاء الله في امل، ان شاء الله مش هياخد وقت، بس في نفس ما تقولوش مش هياخد وقت وانت عارف كويس قوي انه قدامه سنتين ثلاثه. لا انا بدي مثال، لا احنا نقول له مثلا ايه الحاله ان شاء الله تبقى كويسه بمشيئه الله، بس ايه يعني محتاجين شويه وقت، محتاجين صبر مع بعض، وان شاء الله تشوفي النتيجه يبقى زي الفل، في حالات تاني كتير، ده انت ما شفتش الحاله كذا
كده. متابعة الحالات بعد العلاج عندنا هنا بفضل الله يعني الكلام ده ما بيتمش. يعني دايما بنبقى ايه، نقول ايه، المفروض ان احنا نتابع الحالة بعد العلاج، لان ممكن يحصل انتكاسة، ممكن يحصل اي حاجة مش كويسة، فالافضل ان احنا نتابع الحالة. غرفة وأدوات أخصائي التخاطب. لو أنا عندي أوضة بتاعتي ليها محتويات معينة، وحتى المحتويات دي ليها خصائص. وعلى فكرة بجيب السؤال ده كتير خالص فعلا، يعني من الأسئلة دي كتير، صح وغلط واختيار متعدد. ايه محتويات الغرفة؟ أماكن متنوعة للجلوس حسب الحالة، العمر، الحجم، التشخيص، أهداف البرنامج العلاجي. تكون أرضية الغرفة مغطاة بالسجاد. ليه بقى؟ لأن بعض الأحيان حالات الإعاقة السمعية لو الغرفة مش مغطاة بالسجاد بيكون في صدى صوت، وده مش حلو خالص لذوي الإعاقة السمعية. يوجد سجادة خاصة يمكن أن يجلس عليها الأخصائي ويتفق، إيه ده وأنا ممكن أقعد على الأرض؟ ممكن أقعد على الأرض، ممكن أقعد على بوف، ممكن أقعد على كرسي. أن تكون هناك مرآة ذات حجم كبير لاستخدامها في التدريب، يكون عندي مراية، المراية دي حجمها كبير، عشان أنا كل شغلي مخارج أصوات، وبقعد قدام المراية وبوري الطفل إزاي بنتكلم، إزاي بخرج مخرج الصوت. أن يكون في دولاب كبير، كبير الحجم. ليه كبير الحجم؟ يعني في ناس بتجيب حاجات صغيرة كده فأدواتها تكون متلخبطة، ما بتوصلش بسهولة للأداء. وهند قالت أن لازم يكون في تخطيط، ولازم حاجتي تكون ظاهرة وواضحة واخدها بسهولة، تكون في متناولي. يعني ان يكون الدولاب ده كبير، احط فيه ادواتي واحط فيه ملفاتي الخاصة بالحالات والملفات الخاصة بي انا كاخصائي. هو في ادوات معينة للاخصائي؟ ايوه، ما يهند من شوية قالت لازم يكون مبتكر ومبدع في ادواته. زي ايه بقى؟ يكون في عندي مجسمات، يكون في عندي صور مختلفة. لو انا بتكلم عن وسائل المواصلات يبقى عندي صور لوسائل المواصلات، يكون مجسمات لأوتوبيس، عربية، عشان حاجة في التدريب. يكون في عندي العاب ذات صوت وضوء، لان انا قلت ان انا مثلا مع ذوي الاعاقة السمعية بحتاج تنوع الاصوات، في بعض الاحيان بحتاج تمييز بصري، فبحتاج الحاجة اللي فيها ضوء. يكون عندي كروت، الكروت دي مكتوب عليها بخطوط مختلفة، خط كبير، خط وسط، خط اصغر شوية. يكون عندي كتب مصورة. هو في فرق بين الكتب المصورة والقصص؟ الكتب المصورة بتكون صور بس، فبالتالي لما باجي اتدرب مثلا الطفل يحكي قصة من خياله هو، يحط نهاية، ما بيكونش عندي فيه كلام، لا بيبقى هو بيبص للكتاب اللي هو فيه صورة بس وابتدي يسرد القصة. ان يكون في طبعا الاختبارات بتاعتنا، بتاعت اي اخصائي تخاطب اللي بيساعد بيها مع الدكتور، بس هو يكون مطلع عليها، يعني يبقى عارف ايه محتوياتها عشان لما يجيله التقرير من الطبيب يبقى عارف يعني ايه اختبار اللغة ده، ايه اختبارات النطق، ايه اختبار العي او العي الى اخره. بيكون في عندي مراية، في عندي خافض لسان، في عندي قفاز، الجوانتيات اللي هي بنجيبها من الصيدلية السريعة ديت. ويكون عندي مثلا عصا الابيض، ده في حاجات اكتر من كده بكتير بنستخدمها. في عندي كاسيت، في عندي مجسمات خشبية، في عندي مجسمات ورقية، في عندي مجسمات بلاستيك، سواء للحيوانات، للخضروات، للفواكه، للطيور، لادوات المنزل، ملابس. ما انا ممكن اقعد اعمل لعب ادوار، فعشان اعمل لعب الادوار يبقى في عندي لبس عشان نبتدي نغير، انا هعمل دور فلاح، انا هعمل دور ضابط. يكون في عندي ادوات للنفخ، ادوات النفخ دي ان شاء الله باذن الله هنعرف في الاضطرابات انهي اللي بنستخدمها، زي الشمع، زي قصات الورق، بنبقى قاصين ورق صغير كده مثلا، نستخدم الشاليمو. الجديد بقى، بس مش جديد قوي يعني، ده بقاله شويه، برامج كمبيوتر ناطقة ومتحركة خاصة بالتخاطب. طب احنا عايزين بقى تقول لنا بقى مكان الجلسة فين؟ مكان الجلسة لازم يكون بعيد عن مصدر الضوضاء، تكون اضاءته وتهويته مناسبة، تكون الحيطة
خاليه من المشتتات. يعني ما ينفعش حتى ميكي ماوس وحتى سبايدر مان وحتى لوحات قد كده على الحيطه وعايزه الطفل ينتبه لمخرج صوت. طب ما هو الطفل يقعد يبص على الالوان والمشتتات اللي على الحيطه. ان يكون هناك اماكن متنوعه جوه غرفه الاخصائي للجلوس، زي ما هند قالت من شويه، في سجاده على الارض هنقعد عليها، في بوف هنقعد عليه، في كرسي هنقعد عليه، هنقعد نص دايره. ان يكون هناك مكان لوضع الادوات، الدولاب اللي قلناه من شويه. ان يكون الغرفه متسعه. ما هو انت يعني هند عشان انت تحطي كل اللي انت قلتيه ده لازم الاوضه تكون واسعه ان شاء الله. على قد ما نقدر بنستغل برضو الكلام ده، بقوله لكم وبقوله لبناتي في المحاضرات، احنا تعودنا نشتغل باقل الامكانيات، بس الحمد لله ربنا دايما دايما بفضله علينا بنقدر نقوم بالغرض اللي مطلوب منا او بنحقق الهدف المطلوب مننا حتى لو امكانياتنا ضعيفه. يعني احنا دايما حتى في بيوتنا لو الامكانيات ضعيفه بنعرف نتصرف. طب ايه بقى شروط الجلسه؟ على فكره الفصل الاول ده كاملا كاملا من اوله لاخره بيجي صح وغلط. يعني مثلا بقول شروط الجلسه ايه؟ مده الجلسه 20 دقيقه. يعني لما بيجي حد يقول لي انا هروح اعمل جلسه ساعه، بقول له حضرتك ازاي ساعه؟ المدى الزمني للانتباه للطفل 20 دقيقه اقصاها، من 15 هي 15 دقيقه، والخمسه دول بنقعد نلعب انشطه الى اخره، فبنقدر نخلي المدى الزمني طول ل 20 دقيقه. ان يجلس الاخصائي في وضع مناسب بالنسبه للطفل، تخيل حضرتك عايز تعلمه مخرج الاصوات وانت قاعد وراه. أن يتم استخدام أدوات متنوعة في التدريب مناسبة لبرنامج التدريبي الموضوع مسبقا. يعني أنا دلوقتي حاطة برنامجي بقول إن أنا هستخدم مجسمات، هستخدم صور، هستخدم كذا، لازم كل ده يكون جاهز عندي. إيه برضو من الشروط؟ إن أنا أقيم الطفل قبل بداية التدريب. يعني إيه؟ ممكن يكون أنت طلبت من الأم تعمل شوية تدريبات في البيت، فانت الطفل جاي لك ممكن ما يكونش واقف عند الخبرة اللي كانت في التدريب اللي فات، بس ممكن يكون الخبرة زادت، فبالتالي لازم اعمل تقييم للطفل قبل بداية التدريب. ان يتم كتابة تقرير عن التقييم اللي انت عملته، ان انا اعمل البرنامج التدريبي مكتوب. طيب هو اخصائي التخاطب بيشتغل لوحده ولا بيشتغل وفق فريق؟ لا، هو معاه فريق عمل. فريق العمل ده مكون من طبيب اطفال، طبيب مخ واعصاب، طبيب علاج طبيعي، اخصائي علاج تاهيلي، اخصائي اجتماعي، اخصائي تعليمي، اخصائي نفسي. فريق عمل متكامل بيحتاجه كتير اخصائي التخاطب ان يكون معاه الفريق ده. يرجع لطبيب المخ والاعصاب لو عنده حاجه معينه عايز يرجع له فيها، يرجع لطبيب الاطفال لو عايز ياكد على حاجه في التغذيه، اخصائي علاج طبيعي لو في عندي مشكله فيما يخص العضلات تيبسها الى اخره. طيب هو دور اخصائي التخاطب ايه داخل الغرفه؟ يقتصر دور الاخصائي على مهام ثلاثة: الوقاية، تتمثل في التوعية واكتشاف الخلل. يعني اجي اقول للام بصي ايه من او بلاش الام، مثلا اغلب المعلمات والناس اللي شغالين في مجال التدريس زينا، والناس اللي بيبيعوا الباعة الجائلين اللي شغالين في السوق، والناس اللي في الميكروباصات اللي هو اللي بينادي على الميكروباصات، دول دايما صوتهم بيروح بيجي لهم بحة. يجي يقول له ايه مثلا؟ ما تتكلمش في مكان فيه زحمة، لان انت كل ما تتكلم في مكان زحمة بتعلي صوتك عشان يسمعوك. اشرب مية كتير، وده بيحصل فعلا، اشرب مية كتير. ما تشربش قهوة وشاي. خد بالكوا هنا بيوعي، ماشي، لانه اكتشف ان فيه خلل فبيوعي عشان الخلل ده ما يوصلش المشكلة اكبر. المساعدة في التقييم، هند ما قالتش تقييم ولا عمرها بتقول تقييم ولا بتقول تشخيص، بتقول ان هو بيساعد. بيساعد للتوصل الى التشخيص السوي. وبعدين وظيفته الاساسيه هي التدخل.
يعني إعادة التأهيل، التأهيل المبكر، إرشاد الأهل، يأمن توافق المريض اجتماعيا ومهنيا. يعني بعض الأحيان بيجي لنا حد زي بعض الحالات اللي بتكون كبيرة سنة اتعرضت لحادثة، بنلاقيه غير متوافق، يعني مش قادر يتخيل ان ده حصل له، ان هو لا قدر الله اللي هو بيفقد صوته نتيجة للكانسر الحنجرة، سرطان الحنجرة. ده لازم يتعمل له توافق، لازم يعني يبقى مؤهل. فهل انا كأخصائي تخاطب ليا دور؟ لان هو المريض ده او الحالة دي بتيجي معايا برضه، زي ما بيحتاج جانب نفسي محتاج ان انا نفسيا ارعيه، ارعيه في البعد الانساني، ارعيه في البعد الاجتماعي. طيب، طب انا لما بقيم، انا بقيم ايه الجوانب اللي انا لازم احطها في اعتباري؟ فحص النطق وتحديد اخطاء النطق، يعني الطفل بينطق قدامي ابتدي اخد بالي كويس قوي من كل مخارج اصواته لان ده اللي انا هشتغلها. فحص التمييز السمعي لمعرفة سبب الاضطراب، تمييز سمعي برضو بشوف التمييز السمعي عشان احدد تمييزه للاصوات ايه. بفحص النمو اللغوي عشان ابتدي اقف على الحصيلة اللغوية، المفردات، تكوينه للجملة. ايه بقى مهام غرفة التخاطب؟ تقييم ومعالجة حالات الاضطرابات اللغوية والنطقية عند الطفل، زي الاطفال اللي بيعانوا من تأخر لغوي، ماشي، ببتدي اقيم الاضطرابات دي عندهم. طب الولاد اللي عندهم اضطرابات في الطلاقة الكلامية، ماشي، زي مثلا التلعثم، زي السرعة في الكلام، بتخلي لما في اطفال عندهم تلعثم، في ولاد عندهم سرعة في الكلام، بتخليهم بيتكلموا الناس مش فاهمة هما بيقولوا ايه من كتر سرعتهم. ان انا احذف اصوات، ان انا بدل اصوات، زي ايه؟ لما اجي اقول باب اقول تاب، لما اجي اقول جاموسة اقول داموسة، سيارة طيارة، كتاب كتاب، كل دي اخطاء. المفروض ان مهمتي في غرفة التخاطب ان انا اقيم ده عشان ان شاء الله ابتدي اشتغل عليه. انا بعالج كمان اضطرابات الصوت، يعني هند قالت لو في اضطرابات لغوية، لو في اضطرابات في الصوت، لو في اضطرابات في النطق والكلام، والرنين الانفي اللي هو احنا بنسميه الخنف، تمام. ببتدي اشوف هل في مشكلة في سقف الحلق، يعني هل في شق في سقف الحلق، هل هو بيعاني من بحة صوتية، هي ناتجة عن ايه. وببتدي بقى ان انا اشتغل كمان مع حالات الضعف السمعي، ببتدي اعمل ارشاد اسري وفردي ازاي اتعامل ويتابع الحالة. طب انا مطلوب مني اعمل ايه تاني؟ ببتدي اسجل السيرة الذاتية، بعمل له تاريخ، تاريخ الحالة دي كاملا، التاريخ المرضي ليه، التشخيص اللغوي ليه، التشخيص النطقي ليه، عشان احط خطة علاجية. يعني انا كده ماشيه وبالترتيب الى ان وصلت لوضع خطه علاجيه. وما بتقتصرش الخدمات دي على الاطفال بس، زي ما هند قالت من شويه، انا كتير بيجيلي حالات كبيره سن تعرضت لجلطه، تعرضت لا قدر الله زي ما قلت لاورام، تعرضت لحادثه ادت لظهور اضطرابات لغويه، اضطرابات صوت، اضطرابات نطق وكلام، زي المشاكل اللغويه اللي بتنتج عند الكبار في السن بعد ما حدوث ما يعرف بالجلطه الدماغيه، ماشي، اللي هي بتؤدي للحبسة اللي هي الافيزيا، تمام. طيب انا هدي سريعا نموذج لاسلوب تخاطب مع طفل اصم، ده سريعا هنقوله بسرعة جدا. بطلب منك ايه؟ تتكلم وجها لوجه مع الطفل، ماشي، وخليه يشوف وشي، وخليه يشوف عينيا، اخليه يشوف شفايفي وهي بتتحرك، اجعل كلامي معبر، يعني اللي انا بنطقه تكون عيني بتقوله، وشي، يعني ما ينفعش ان انا بضحك دلوقتي وانا اصلا بزعق له، لا، يعني لازم يكون في توافق في التعبير مع الكلام. اقول الكلمات زي ما هي بواقعها، يعني بابا، ما اقولش بابا، هو ما بتتقالش كده، هي بتقال بابا. يعني عشان كده ما اللي اكد حتى مع اللي بيدوا تخاطب اقول لهم اتكلموا الكلمه بواقعها بلفظها الطبيعي، حاول ان انت توصل الكلمه بكل الوسائل، يشوفها، يلمسها، يدرك اسمها،
يعني تفاحة، يا سلام لو جبت له تفاحة واعدها واخليه يشوفني وانا بقولها واعيد اللفظ تاني وهو يقولها، اشجع الطفل ومفيش مشكلة يعني لو حتى بونبوناية كنوع من التعزيز ان هو نطق اللفظ صح. اديله فرصة يعبر عن رأيه، يعبر عن اللي جوه دماغه، اسمعه وانصت له، ابين دايما على وشي علامات الارتياح، ما بقاش قاعده متنشنه ومتضايقه وقرفانه، ما ينفعش ما ينفعش نهائي. اتكلم مع الطفل كانه شخص عادي، خليه يشوف وشك، خليه يشوف اسلوبك، خليه يقرا شفايفك. ما تنساش ما تنساش ما تنساش ما تنسيش ما تنسيش ان اللي قدامك طفل له نفسيه، له شخصيه، ما تقتلش الشخصية دي وما تعقدش نفسيته، ما تستعملش العنف معاه، ما تستهزأش بيه، ما تحسوش دايما ان في فرق بينه وبين اخواته، بينه وبين الاطفال العاديين، لان ده بيقتل امكانياته وبيدمر نفسيته. ما تخليش ان نفسك سبب في انعكاسات سيئة في حياته المقبلة. ما تحسوش بالشفقة زيادة عن اللازم، وحسسه دايما بالاحترام والتقدير، في نهاية عونه على الحياة. طيب عايزاك تفتكر ان انا لما بتكلم عن طفل اصم او طفل ضعيف سمع، فانا بتكلم عن معين سمعي، بتكلم عن سماعة، بتكلم عن سلاح مهم في التخاطب. خليه يلبس السماعة، خليه يستفيد منها لانها معينة ليه. سمي الحاجة بأسمائها، يعني دايما ده بقوله في التخاطب. ما تجيش تقول مثلا، يعني احنا مثلا اختلاف اللهجة ما بين مصر واسكندرية، مثلا احنا لما نيجي نتكلم في القاهرة بنقول جنيه، هما بيقولوا جني. لما نيجي نقول انا هركب الميكروباص، هو بيقول انا هركب المشروع. لما يكون جاي لينا طفل من اسكندرية اراعي توحيد اللفظ، يعني الولاد عارفين اسمها طماطم ولا قوطة، الولاد عارفين اسمه عيش ولا خبز. جات لنا مشكلة كبيرة جدا في مدارسنا لما ابتدى السوريين يعلموا ولادنا، الولاد مش فاهمين لهجتهم. الكلام ده كله لازم اراعيه انا كأخصائي تخاطب. الصبر ثم الصبر، لان العملية صعبة في تعليم المعاقين سمعيا. ما تيأسي، ما تنزعجش، تأكد ان ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي هيكون كويس بالصبر، وان شاء الله العملية التخاطبية عملية منتجة ورائعة وانسانية. كده انا انتهيت من جزء التخاطب تماما، ده الفصل الاول في الكتاب. اتمنى من الله ان يكون وصل لحضراتكم يعني ايه تخاطب، سمات اخصائي التخاطب، ايه وظيفة التخاطب. طبعا في البداية قلت تعريف التخاطب، ماشي، قلت الفئات اللي بيتعامل معها اخصائي التخاطب، قلت مهام التخاطب، قلت غرفة التخاطب بتحتوي على ايه، وفي نهاية اديت نموذج للتخاطب مع ذوي الاعاقة السمعية. بمشيئة ربنا هندخل في الفصل الثاني اللي هو بيتكلم عن تركيب الجهاز الكلامي. عشان انتي قلتي في التخاطب اعضاء الجهاز الكلامي، عايزه شويه تركيز، لان اللي هيفهم ده بمشيئه الله اللي جاي هيبقى سهل جدا بالنسبه له. تركيب الجهاز الكلامي، احنا في عندنا ما يطلق عليه اعضاء استقباليه للصوت. يعني ايه الاعضاء الاستقباليه للصوت؟ يعني في اعضاء وظيفتها الاساسية انها تستقبل الصوت ده، الصوت اللي طالع دلوقتي من هنا، في اعضاء عندنا بتستقبل الصوت ده، تتمثل في حاسة السمع، حاسة البصر، وهذه الاعضاء تمثل مداخل اللغة. يعني احنا عندنا حاسة السمع وحاسة البصر هما الاعضاء الاستقبالية للصوت. اه طبعا حضرتك بتشوفني، حضرتك بتسمعني، هو دي الاعضاء الاستقبالية للصوت، هي دي اللي بتستقبل المنبهات السمعية والبصرية وبتنقلها للمخ، عشان في حاجة اسمها وصلات عصبية سمعية بصرية. المخ بيفسر ده
وبيبتدي يفهمه، وبعدين بينظم الرسائل دي ويبتدي يرد علينا ويدي الإجابة المناسبة. يعني في عندنا مثير سمعي أو بصري، المخ بيبتدي ياخد المثير السمعي أو البصري ده ويعالجه، يعمله معالجة، وبعدين يدي الاستجابة المناسبة. يعني أنا بقول صباح الخير، بتمشي في مسار عصبي سمعي، نلاقي نفسنا المسار العصبي السمعي ده بيقول للمخ خد بالك دي تحية الصباح، ماشي؟ طب المفروض ان انا ايه؟ ارد. طب هرد اقول ايه؟ هرد هقول صباح النور. يبقى اللي انا بقوله ده الاعضاء الاستقبالية للصوت فيما يخص تركيب الجهاز الكلامي. طب ما في بقى زي ما في اعضاء بتستقبل، في اعضاء بتنفذ. ما انت صباح النور اللي انت قلتيها دي ايه جت ازاي؟ يعني جت عشان في اعضاء تنفيذيه متمثله في ايه الاعضاء التنفيذيه؟ واحد، بنبدا من الحجاب الحاجز، بعدين الرئتين، بعدين القصبه الهوائيه، في عندي حنجره، في عندي ثنايا صوتيه، في عندي عضلات محيطة بالحنجرة، في عندي لسان المضمار اللي يطلق عليه اللهاة، في عندي تجاويف للأنف وتجاويف للفم، في عندي سقف حلق، في عندي لسان وفكين وشفاه وأسنان. كل دي أعضاء تنفيذية، كل دي أعضاء تنفيذية، هي دي اللي بتشكل الكلام. في عندي أعضاء تنظيمية، يبقى في عندي أعضاء استقبالية وتنفيذية وتنظيمية، وهي الخاصة بنصفي المخ والقشرة والأعصاب الدماغية والجهاز العصبي والفصوص الموجودة جوه المخ. الأعضاء دي كلها بتخدم النطق والكلام. يبقى أنا في عندي في تركيب الجهاز الكلامي كام عضو؟ أعضاء استقبالية متمثلة في حاسة السمع والإبصار، عندي أعضاء تنفيذية بدءا من الحجاب الحاجز، فالرئتين، فالقصبة الهوائية، فالحنجرة، فالثنايا الصوتية، العضلات المحيطة بالحنجرة، اللسان، الشفتاه، الأسنان، اللهاه أو لسان المزمار، سقف الحلق. كل دي اسمها أعضاء تنفيذية. في أعضاء تنظيمية، لما أتكلم على التنظيم فأنا بتكلم على المخ بما يحتوي من فصوص، مراكز عصبية، قشرة مخية، كل دي اسمها تنظيمية، هي اللي بتنظم المعلومات وتعالجها وتبتدي تديني الإشارة للرد. طب إزاي بقى بيتم معالجة المخرجات اللغوية؟ عملية التواصل بالكلام تمر بسلسلة من المراحل اللي تربط المخ المتكلم بمخ المستمع. مسار رسالة ما بتمثل فكرة كامنة في مخ المتحدث، يعني مخي أنا كده في رسالة بتوجه في صورة تعليمات مناسبة في صورة نبضة كهربائية بطول العصب الحركي لعضلات أعضاء النطق والكلام. يعني أنا عندي رسالة، الرسالة دي موجودة في مخي، في عصب مسؤول عن ده بيبتدي يوصل ده لأعضاء النطق اللي هي عبارة عن الحبل الصوتي واللسان والشفايف عشان يبتدي يدينا الموجة الصوتية. الموجة الصوتية دي اللي بتوصل لوداننا، أنا سمعت هند بتقول كذا، دي موجة صوتية وصلت لوداني. طيب في حالة التواصل بالإشارة بقى، طب انتي بتتكلمي ده لما احنا بنتكلم بالصوت، طب التواصل بالإشارة، الأوامر هنا بتكون عصبية حركية بتصل لعضلات الأيدي وبتنتج بدورها إيحاءات في صورة لغة الإشارة. ما هي لغة الإشارة مع المعاقين سمعيا ما بتعتمدش على الصوت، لكن كلها أوامر عصبية حركية بتوصل لمين؟ للإيدين، فتبتدي تتحرك وتدي الإشارة. طيب في عندنا أجهزة فيسيولوجية خاصة بمعالجة المخرجات اللغوية، أجهزة فيسيولوجية خاصة بمعالجة المخرج اللغوي. هنبتدي بالجهاز التنفسي. يتكون الجهاز التنفسي من الأنف
والبلعوم والحنجرة ولسان المزمار. اللي هند قالته من شوية اسمه اللهاة. اللي اسمه اللهاة. في عندنا القصبة الهوائية، في عندنا الشعبتين الهوائيتين، ماشي. ببساطة خالص الرسمة هنا موضحة قوي. يعني احنا في عندنا الحنجرة، في عندنا العضلات، في عندنا الشعب الهوائية، في عندنا الرئة اهي زي ما احنا شايفينها، في عندنا الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز اللي هو يعتبر قبل الرئتين، ده الجهاز ايه؟ التنفسي. ما هي هند ساعة لما كانت بتشرح التخاطب في تعريفها قالت ان في عندنا امراض التخاطب قد تشمل مشكلة او خلل او عيب او تشويه في التنفس. فاكرينها في الاول خالص لما كنا بنشرح امراض التخاطب؟ يبقى اذا الجهاز التنفسي من الاجهزة الفسيولوجية الخاصة بمعالجة المخرجات اللغوية. بيتكون من ايه الجهاز التنفسي؟ قلنا انف وبلعوم وحنجرة ولسان مزمار، قصبة هوائية، ورئتين. يعني انا بقى ما يطلق عليه الجهاز الصوت الحنجري. الحنجرة كلنا عارفين الحنجرة. هي الحنجرة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن صندوق غضروفي، يعني صندوق من الغضاريف، يوجد امام المريء، موجود قدام المريء بالظبط، ما بين البلعوم والقصبة الهوائية. اهي اهي ما بين البلعوم والقصبة الهوائية. تتكون الحنجرة من عدة غضاريف. يعني مش احنا قلنا في الاول ان هو صندوق من الغضاريف؟ يبقى اذا كلها غضاريف. دي الحنجرة على فكرة اللي قدامنا ده، منظر امامي للحنجرة، يعني شكل الحنجرة من قدام كلها غضاريف بلا اي استثناء. ده منظر خلفي ليها. اللي فوق ده لسان المزمار اللهاه اللي هند بتقول احنا نحتاجه كتير بعد كده، ماشي. في عندنا اهو غضروف، وادي غضروف تاني، وبعدين وصلنا للقصبة الهوائية لان هند قالت فيه بلعوم، فهي الحنجرة ما بين البلعوم والقصبة الهوائية. ده منظر بقى للاوتار الصوتية او الثنايا الصوتية او الاحبال الصوتية جوه الحنجرة. المنظر اللي احنا شايفينه قصادنا ده، ده هو منظر للاوتار الصوتية او الثنايا الصوتية او الاحبال الصوتية جوه الحنجرة. واخدين بالكم مفتوحين ازاي؟ مفتوحين اثناء التنفس، بيقربوا اثناء الكلام. الثنايا الصوتيه بتبقى مفتوحه بالشكل ده، ده منظر ليها، مفتوحه بالشكل ده اثناء التنفس، بتقرب من بعضيها اثناء الكلام. في عندنا بقى جهاز الرنين. هند قالت فيه تجويف انفي وتجويف فمي وتجويف بلعومي. اذا في عندنا ثلاث تجاويف، في عندنا ثلاث تجاويف. الثلاث تجاويف دول هم اللي بيشكلوا الصوت، بيطلعوا الصوت ده، بيعملوا الرنه دي. في عندنا ثلاث تجاويف بيبقوا موجودين فوق فتحة المزمار، ماشي. بتشكل التجاويف ما يشبه حجرة الرنين، زي ما انتم بيدي الرنة دي، لتساهم في تشكيل وتعديل الموجة الصوتية. يعني احنا طالع من عندنا ساعة لما كنت بوريكم الوتر الصوتي، طالع من عندنا خامة صوت. خامة الصوت دي بتتشكل في التجاويف دي عشان تاخد شكلها المتميز. يبقى ده صوت هند اللي احنا عارفينه، ده صوت احمد اللي احنا عارفينه، ده صوت محمد اللي احنا عارفينه، دي ده صوت منى. ويساهم في عملية التعديل والتشكيل الصوتي الحركات اللي بيقوم بيها اللسان والشفايف وسقف الحلق. يعني بخلاف التجاويف اللي بتشكل الرنين ده، كمان اللسان والشفايف وسقف الحلق بيساعدوا في التشكيل. طبعا هي دي وظيفتهم الاساسية. لما اجي اقول مثلا ان اللسان بيخبط من المنتصف في سقف الحلق، لما اقول في عندي اصوات اسنانيه، ماشي، في اصوات فميه، يعني الصوت ذاته بيتشكل بده. جهاز النطق بيتكون من ايه؟ جهاز النطق في عندنا سقف الحلق. سقف الحلق على فكره في صلب ورخو، يعني الصلب ده انت حضرتك لو حطيت صباعك كده هتلاقي قدام سقف الحلق جامد صلب، جوه شويه هتلاقيه رخو طري. يعني سقف الحلق بينقسم لنصفين، صلب قدامنا على طول ورخو لورا شويه بتلاقيه رخو. حتى احنا نتملي نقول للبنات في الكليه ما تخليش طفل يحط قلم جوه بقه،
لا قدر الله الألم ده لو الطفل اتخبط كده، الألم ده ممكن يعمل ثقب في سقف الحلق الرخو. حضراتكم متخيلين المشكلة؟ لأن هو فعلا لين، فلو الألم خبط هيعمل شق في سقف الحلق. يبقى في عندنا سقف الحلق، سقف الحلق ده فيه منه صلب وفيه منه رخو. في عندنا التجويف الأنفي، في عندنا التجويف الفمي، في عندنا الأسنان، في عندنا اللسان، في عندنا الشفتان، في الفك السفلي المتحرك، في عندنا التجويف البلعومي، في عندنا الأحبال أو الثنايا الصوتية، في عندنا الحنجرة اللي هي جواه الأحبال أو الثنايا الصوتية. يبقى هند قالت فيه ايه؟ في سقف حلق بينقسم إلى صلب ورخو، في عندنا تجويف أنفي، في عندنا تجويف فمي، في عندنا البلعوم، في عندنا اللي هو التجويف البلعومي، في عندنا أسنان ولسان وشفتان، وفي عندنا فك سفلي، في عندنا أحبال صوتية جوه الحنجرة. طب هو ايه اللسان ده بقى؟ احنا عايزين نعرف بقى حتة حتة من اللي انت قلتيه. اللسان عضو عضلي. ياه ياه، ده انت كنت قلتها لنا واكدتي علينا. التخاطب بيحتاج الى قدرة سمعية، قدرة عصبية، قدرة عضلية، وقلتي هنلاقيها بعدين. بصوا اهي اهي جت بعدين دي. اللسان عضو عضلي مخروطي مثبت من قاعدته، يعني متسقها مثلنا قدامه حر طليق، لكن ورا متثبت. بيشارك في نطق العديد من الاصوات، لان حركته المرنه والمزود بعضلات بتساعده في انه يتخذ اشكال مختلفه كده. احنا بنشكل بيه الحروف، ويبتدي الاشكال اللي بتحصل مع الاصوات دي نتيجه لان هو عضله. واي مشكله في اللسان سواء بالالتواء او الالتصاق او الطول او القصر بتؤدي للعديد من اضطرابات النطق. هنختم هنا المحاضره بتاعتنا النهارده بمشيئه الله، وهنستكمل ان شاء الله المحاضره اللي جايه بقيه اعضاء الجهاز الكلامي. ان شاء الله اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.